هو انت بيحمل. انت كنت مسافر وقت اندلاع المعركة في سيناء، 2018، شايفينها ازاي؟ هم بص باصين عليها ازاي؟ بص، الاخوان بيروجوا لخزعبلات كتير، بس الناس فاهمه، لانه السيسي لما راح وقال المقوله الشهيره بتاعت نحن نحارب الارهاب نيابه عن العالم، المثقفين هناك فاهمين ده. قلنا لهم يا جماعه لو احنا ما نظفناش المنطقه دي، داعش خرجت من سوريا وخرجت من العراق، وانتوا اللي قلتوا. هقول لك على حكايه غريبه جدا، يعني انا مندهش برضو حصلت ازاي. 8/8/2017 اغسطس، والله العظيم جاني حد عضو في البرلمان الاوروبي يزورني في مكتبي في باريس، اصلا كان وزير امن كبير في احد الدول الاوروبيه، وزير استخبارات خارجيه، فبنتناقش في داعش. فقال لي خد وعد مننا، داعش في فبراير، اقسم بالله العلي العظيم، 2018 غير موجوده في سوريا وفي العراق. قلت له ازاي ده؟ قال لي في اجتماعات عندنا في الاتحاد الاوروبي جم وزراء الامن الدفاع وقالوا الكلام ده، لما وزراء الدفاع مجتمعين بتوع الاتحاد الاوروبي يقولوا قدام البرلمان الاوروبي هذا الكلام، هذا الكلام يبقى 100% صادق. حاسبني في نهايه يناير مش هيبقى فيه الكلام ده في العام. فقلت لهم لما انتوا بتاكدوا من اغسطس اللي فات ان انتوا هتنهوا داعش من هنا، طب ولما داعش دي تخلص من هنا وانتوا اللي مشيتوها وتجيبوها مصر وتيجي مصر واحنا ما نعملش الكماشه دي ونشتغل عليها، هتروح فين؟ عندهم 800 فرنسي، يروحوا فين؟ يجوا لك هنا يفجروا هنا؟ اول ما بيسمعوا فكره انه فيهم فرنسيين فيهم بلجيكيين فيهم المان، وانه في النهايه لو احنا ما تصدناش هو طريقه لازم يروح عندك. بس هو سايبني اتصدى لوحدي. ما هو سايبني اتصدى لوحدي، لا بيساعدني بسلاح ولا بيساعدني بمعلومات ولا استخبارات. يا ريت كده، ده هو بيسمع الكلام الاخر بتاع ان انت بترتكب مش عارف عنقوديه وعفريتيه وبتاع ده. ليه؟ زي ما بقول لحضرتك، لانه مفيش فريق متكامل كده وظيفته. انت مش عايشه في لوحدك، انت عايشه في عالم قريه صغيره. بقول لك انا العبد الفقير لوحدي ومعايا 5 6 من مصريين ومن اجانب مقتنعين بالفكره، مجرد ما بنقعد مع اي حد خلال نص ساعه بيبقى فاهم الحقائق دي كلها وبيتكلم نيابه عننا في جرايده، بيكتب مقالات واجيبها لك على بهذا الكلام. ما بال لما يبقى العمل ده منظم وبتقوم بيه بلاش جهات، جهة شعبية بس بتفهم، ناس بتفهم وعندها منطق وعندها معلومات حقيقية مستقاة من مصادرها الحقيقية، وناس وبيروحوا هنا وبيروحوا هنا وبيقعدوا مع المجلات والتلفزيونات والصحفيين والبتاع، ده جزء من دفاعنا عن نفسنا. زي ما بنعمل ده في سينا، دم ولادنا في سينا ده هو يستحق ان احنا نروح للناس دي ونشرح احنا بندفع ضريبة الدم لصالح مين؟ لصالح العالم كله.